خير صباح الصحة والسلام عليكم مستمعينا الكرام وفين ما كنتوا مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. هذه أول حلقة في هذا الأسبوع واليوم إن شاء الله الموعد غادي يكون من خلالها رفقة الأستاذ محمد أحليمي متخصص في التغذية الصحية والحمية العلاجية. هي فرصة كذلك باش نرحبوا بكل الناس اللي هما معنا من خلال الصفحة الرسمية الماد غاديو من خلال فيسبوك، وانتم معنا في بث حي ومباشر صوت وصورة. ممكن أيضا أنكم تواصلوا معنا وتخليوا كل الأسئلة ديالكم على شكل تعليق وإن شاء الله تاخذوا الإجابات عليها في الحلقة ديال اليوم. موضوعنا اليوم إن شاء الله مع الأستاذ محمد أحليمي، ومن خلاله دائما كنرجعوا لما كتحين الفرصة للهوية والثقافة المغربية. غادي نتكلموا ربما كان جات لي الإشارة في العديد من الحلقات ولكن ما توقفناش عنده، وعدناكم أنه غادي نديروا إن شاء الله حلقة عليه. غادي نتكلموا على واحد النوع ديال الكسكسو اللي هو كيتسمى الزياتة، معروف بزاف في مناطق بحال وزان والنواحي. ربما غادي نعرفوا كذلك شنو المبدأ ديالو، شنو الأساس ديالو، شنو اللي كيخلي هاد الوجبة هذه بقيمة غذائية كبيرة، والمزيد من المعلومات غادي نتعرفوا عليها في الحلقة ديال اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. احنا مباشر غادي نمشيو عند الأستاذ محمد أحليمي، هو معنا على الخط. صباح الخير أستاذ، أهلا وسهلا بك. تحية ليك أستاذ عفاف، وتحية لفريق الأعمال، وتحية للمستمعين الكرام، وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا. ربما الموضوع ديال اليوم أستاذ أحليمي قريب لك بزاف، لأنه كنعرفوا والأوفياء كيعرفوا الأصل ديالك من وزان. ربما احنا غادي نتكلموا اليوم، ودائما كنقولوا جزء من الهوية والثقافة ديالنا المغربية كذلك في الغذاء، وهذه فرصة كذلك باش ما نخليوش ربما واحد الموروث اللي هو غني بزاف، خصوصا لما كتكون عنده قيمة غذائية كبيرة، ما نخليوش يضيع، على الأقل نخليو الأجيال اللي هي طالعة تعرف عليه الكثير من الأشياء. غنتكلموا على الزياتة، المبدأ ديالو أول حاجة أستاذ أحليمي، هذه الوجبة هذه شنو الأساس ديالها؟ نعم، هو فعلا أستاذ عفاف، وحنا الحمد لله لما كنخوضوا في الثقافة المغربية فبالمصطلح العامي ديالنا فاحنا نبحر في ثقافة. نعم. نبحر في ثقافة معناتها أن كاين واحد بحر كبير ديال الثقافة المغربية. نعم. وصراحة أنا في نهاية الأسبوع كنت مشيت عند الأسرة ولقيت الزياتة وجبتها معايا هكاك بقى خضراء، باش بعدي قلت لي مالا أننا نتقاسموا مع المغاربة هاد الوجبة، هادي الوجبة العريقة، وإن شاء الله باش نفهموا هاد الوجبة ونعرفوا المبدأ ديالها ونعرفوا الأصول ديالها، نعرفوا الأصول ديالها. هذا مسألة أساسية جدا، هذا نقول علاش إن شاء الله جبت هاد المسألة ديال الأصول، لأن كاين بعض التغييرات وبعض الأمور وبعض الاجتهادات اللي كتخرج الوجبة من الإطار الثقافي ديالها. كما سمعت على لسان بعد اللي شاف في المغرب كيقولوا التغذية تقدمت في المغرب، التغذية مقدمة أصلا في المغرب، التغذية ما محتاجش أنها تقدم في المغرب. المغرب راه 30 قرن تقريبا ديال الطبخ، 30 قرن ديال الطبخ، أتحدى شي دولة في العالم عندها 30 قرن ديال الطبخ، فالطبخ المغربي متقدم أصلا. احنا واش وصلنا لذاك المستوى أننا نفهمه؟ ما محتاجينش أننا نضفيه بعض الإضافات من أجل أننا نزيد ونبنوا الحاجة، لأننا خصنا نعتمدوا على الأصل. وبالتالي اليوم غادي نعطي الأساسيات ديال الزياتة، يعني غادي نحط الريحة إن شاء الله بمدينة وزان والنواحي. ناس إخوان في وزان كيعرفوا منطقة ديال وزان، منطقة ديال أسجان، المنطقة ديال الكزروف، منطقة ديال الغويبة، المنطقة ديال السطار، المناطق كاملة النواحي ديال وزان كيعرفوا هاد الزياتة وكيعرفوها مزيان. غنشوفوا الفوائد ديالها، واحد الغذاء رائع جدا. وعلاش هضرنا على هذا الفصل بالضبط وهذه المرحله بالضبط؟ لان هذه الحلقه خليناها الحمد لله تتماشى و العطله اللي كيعيشوها المغاربه. نعم. يعني الاطفال ديالهم، يعني الناس كيمشيو لوزان بزاف، والجميل اللي لاحظتنا في وزان، وهذا لا يخفى على وزان، لان يعني وزان عاصمه زيت الزيتون، حنا بزاف مناطق في المغرب، ولكن الدليل هو انها اخذت ميداليه ذهبيه في زيت الزيتون. الناس يقبلون في نهايه الاسبوع، يقبلون بواحد بحال الا راك داخل الافران، بحال الا راك غادي لواحد مدينه سياحيه، الناس كيجيو يديو زيت الزيتون. وهذه الفرصه هذه بغينا نستغلوها. الناس جيتوا بالسف، جيتوا بالحبد، كتطلعوا الوزان اي مكان كيبيعوا فيه الناس كتسولوا على الزياتة. الوغ الزياتة شيء جميل، غذاء رائع، يستحق اي مغربي انه يذوقه. ماشي غير كاين غير في الشمال، كاين العديد من المناطق المغربيه، ولكن اللي باقي محافظ على هذه المساله هذه هما اهل وزان. كما باقي المناطق ان شاء الله باذن الله كانت فرصه نهضروا على بعض الامور اللي كيديروها، اهل وزان باقين محافظين على هذه الثقافه هذه، غير بعض الناس
عندي عليهم واحد عتاب بسيط، هما ان بعض الاضافات اللي اساءت الى الزيت اكثر ما هي احسنت اليها. يعني الناس ولاو كيضيفوا اللحم بزاف، الناس غنشوفوا اليوم بلي الزيت راه ما كاتش كدير باللحم. الناس اليوم ولاو ضروري دير واحد 4 كيلو ولا 5 كيلو على ما الله شنو كيديروا. بعض دابا الا دخلتي شفتي التحضيرات ديال الزيت كتلقى اهل وزان اكثر ما يقدم هذه الوجبه، ولكن الله يعطيكم الخير راه ما فيهاش الشحمه بزاف، ما فيهاش اللحم بزاف. غادي نشوفوا الاصل ديال هذه الشحمه والاصل ديال هذا اللحم منين جا في هذه المساله ديال الزيت. فهادشي شرط اين انا نهضروا على هذه التحفه الغذائيه اللي كاينه في مدينه وزان. وصراحه هذا نداء لكل المعنيين وكل اللي كيهمهم الامر في اي مدينه في المغرب، الله يعطيكم الخير كما كديروا برنامج تنميه في شي مجال، ديروا برنامج صيانه الثقافه الغذائيه المغربيه، يعني الثقافه اللي خصنا نحضيوها، وديروا ناس في مكان في هذا المكان اللي هو تكون عندهم كفاءه عاليه اللي يحاولوا يدونوا ولو يدونوا الثقافه المغربيه، لان ملي كترجع للجميل هذه اللي كنحيي عليها الناس ديال وزان، يعني داروا الشباب ديال وزان داروا واحد المبادرة رائعة جدا أنهم زينوا الشوارع ديالهم باللون الأخضر بالنباتات بالورود، هذا جميل جدا، يعني تحسب لهاد الشباب هادوما. وأنا كنقول زيدوا اشتغلوا يعني واحد هادشي اللي كيتطلب أي مدينة في المغرب. وهذا نداء لأي شاب أي شابة، حاولوا تخدموا المدينة ديالكم بداكشي اللي فيها، بداكشي اللي فيها خليوها قبلة للناس، أعطيو شي حاجة. لأن أنا مثلا نكون ذكي في المدينة ديالي ندير شي حاجة اللي ما كايناش في باقي المغرب، ماشي باش نتميز لا، غير باش نسحب السائح يجي لذاك البلاصة يشوف شي حاجة اللي ما شافهاش بلاصة أخرى. وحنايا من جهتنا الثقافة المغربية اللي كاينة في مدينة وزان فيها هاد الزيتة، هي الزيتة باش نفهمو هو عبارة عن نوع من الكسكس. هنا غندخلوا على العديد من النقاش ان شاء الله، راه كاينه حلقه خاصه على الكسكس لاجل اننا نوضحوا هذه المساله ديال الكسكس، لان بزاف الناس كيقولوا منين جاي وهذه الاشياء وهذه المسائل هذه. خصنا نقراو التاريخ، لان تصور استاذ عفاف انت باش تكون شاف ما عرفتش سميت سايكوك منين جايه، راه هذه المسائل هذه راه اساسيه. ماشي غير نشد الموس ونجلس قدام كاميرا وهادي ونعلم المغاربه يطيبوا، راه هذه ماشي طبخ. هذايا الطبخ خصك تكون دراسه، خصك تكون اصل تعرف تكون موسوعه في المجال ديالك قبل ما تبدا تشتغل بيدك. ما نشد انا هذه المسائل وهذه الاشياء هذه حيت انا قريتها في واحد البلد ولا هذه جيد، ولكن ما كافيش انك يعني تدخل في الثقافة. والثقافة المغربية راه بحر، والثقافة المغربية راه خصها تكون عندها طقوس ديالها باش تدخل درس الثقافة المغربية، ماشي أي واحد يدرس الثقافة المغربية. فقلت أنا يا هذه الزيتة شنو هي؟ هي عبارة عن نوع كما كنديروا كسكسو بالتفاية، كما كنديروا كسكسو ب 36 خضرة، ماشي في المغرب ما فيش 7 خضاري، فيه غير حنا في الدورة درنا 12 خضرة. الكسكسو كنديروا بالعديد من الأنواع بالقديدة. هذا كسكسو بالزياتة، شنو هي الزياتة؟ الزياتة هي عبارة على واحد النبتة، هي تسمى في العربية بكزبرة ولا القزبر ديال البير، هكا كيتسمى باللغة العربية. علاش؟ لأن الورقة ديالها كتشبه الورقة ديال القزبر، ولكن ما كاينش علاقة في الرائحة ولا دي، بالعكس هي نبتة عطرية، نبتة عندها واحد الرائحة جميلة جدا. هاد النبتة هادية كتنبت في جوانب ديال الآبار، في الويديان، هي في اللغه العربيه كتسمى اما كزبره البئر او لا شعر الغول بهذا المفهوم هكا، ماشي باش نخلعوا الناس ولكن هذا، او لا شعر الارض، الاسم جميل جدا. كتنوض في الجوانب ديال الابار، الجوانب ديال العيون، الجوانب ديال السقايات. والمنطقه اللي كنتمي لها انا هي المنطقه ديال اسجن، راه كانوا جاو قنوات اللي صوروا ناس تمايا، وهذه المنطقه هذه موجوده، هذا المصطلح ديالنا موجوده. هذه المنطقه هذه هي عباره عن نبته كبيره، يعني بحال الناس يتخيلوا بحال القزبر، العروش ديال القزبر، وهما كبارين وعندها ذاك الجذر ديالها كبير. هي الجميل انها هي ورقه ديالها خضراء ورائحه عطريه، ومن النباتات الاوليه. شنو معنات النباتات الاوليه؟ انها ما كتعطيش ورده، هي تتكاثر بالجراثيم، سبحان الله، عندها واحد التكاثر غريب جدا هاد النبته ديال الزياته. علاش سميتها الزياته؟ لان فيها واحد النسبه ديال الزيت زائد، وهنا غادي نحطوا النقط على الحروف، زائد انها علاش كنستهلكوها احنا اصلا؟ لانها تزيل المواد الدهنيه الزائده في الجسم. انت ملي تكون كطيبها وشبعتيها لحم وشبعتيها شحمه،
هي كتشرب هذيك الشحمه وداك الشحم وداك داك الليدام، سو كيفي ما غتقوملكش بواحد الدور في الجسم ديالك اللي هو دور فعال. وبالتالي ان شاء الله في خلال الحلقه غادي نهضروا على كيفاش التحضير ديالها، شنو المكونات ديالها. بسيطه جدا، بسيطه جدا. وفي الاخر الوجبه اللي كنحصلوا عليها كنحصلوا على واحد التبصيل ديال الكسكسو مفتول باليد واخا، ومن فوق منه كاينه هذاك اللون الاخضر. حنا المنطقه ديال الجبله كنقولوا هذا الطعام بالربيع، هذا المصطلح العامي ديالنا حنايا. يعني جرت العاده ان الربيع الكرافس، وبالحق هي ما كدير فيها لا كرافس لا لا قزبر لا معدنوس لا حتى شي حاجه. حنايا كنسميو هذا المصطلح ديال الطعام بالربيع، الناس ديال اهل وزان كيسميوها الطعام بالربيع. ما يتسمع الطعام بالربيع هو الطعام بالزياته. وبالتالي الزياته هي عباره عن نوع من انواع النبات اللي كدار مع كسكسو، كيجي واحد المذاق جميل لا الاطفال ولجميع الناس. والناس اللي مشاو لوزان يشريوها، دابا الا مشاو ياخذوا زيت الزيتون يشريوها. طريقه التحضير راه حنا غنعطيوها بطريقه بسيطه جدا ما فيهاش عقيدتنا. نعم، غادي نتواصلوا مع المستمعين الكرام، وباب التواصل مفتوح دائما من خلال الارقام اللي هي 05 22 46 52 51 او 52، او 05 22 88 00 60 61 او 62. فمرحبا باتصالاتكم، مرحبا ايضا بتساؤلاتكم مستمعين الكرام. انتم اللي معنا في بث حي ومباشر من خلال الصفحه الرسميه لميد غاديو فيسبوك، تشوفونا صوت وصورة. مرحبا بكل أسئلتكم، ممكن أنه أي سؤال تخليه على شكل تعليق وإن شاء الله تاخذوا الإجابة عليه في الحلقة ديال اليوم. غادي نمشوا وتواصلنا مع المستمعين الكرام، طبعا غادي يبدأ من خلال الاتصالات الهاتفية. غادي ناخذ في أول مكالمة معنا أسماء على الخط من وزان، بما أنه قلنا باللي الزياتة ربما معروفة بزاف في وزان وفي النواحي كيف ما شار الأستاذ أحليمي، فغادي نسمعوا الأسماء. هي معنا على الخط كيف ما قلنا من وزان. صباح الخير أسماء، أهلا وسهلا. أسماء وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، مرحبا بك. شخبار الأستاذ ديالنا؟ أهلا وسهلا، شكرا. الله عليكم، الله يحفظكم ويجيكم يا رب. أمين، شكرا. أنا هاد كسكسو بزياتة، أيه هذا معروف عندنا من أبان عن جد. نعم أبان عن جد كنا كنصوبوه. أنا عندي واحد الطريقة خاصة تاع الوالدة. أي شنو طريقتك أسماء وطريقة الوالدة ديالك؟ الطريقة ديالنا هي هذا كسكسو كنعملو فيه زياتة، ياك زياتة، وكنزيدو معاه حتى مخنزة، خنزة، وكنزيدو معاه التومة هكذا كتكون حبة، يعني كنديرو 6 7 على حسب الأفراد اللي كاين فيها. بكثرة تماما، التومة كتكون بكثرة. كنحيدو غير داك، كتبقى هكاك ما كتحلش. تمام تمام تمام. كنزيدو معاها زويتة بلدية، هذه دابا في الطنجرة كنديرو الماء، كنديرو بصيلة، زويتة بلدية، حبيبة ديال الحلبة، هي شي حبيبة. وهذه واحد العرش كبير ديال المخلزة، وعرش كبير ديال الزياتة، وفليو خضر، وفليو معلوم عادي ضروري. نعم وفليو فليو والحلبة قلت وزيتة بلدية. وإذا كان عندنا مثلا الليدان ديال الخليع كنزيدو واحد المعلقة. جيد، واحد المعلقة ديال الخليع. شنو كنديرو إلى عندنا ايش شي طريفات ديال هكاك الخال ديال القديد؟ قديد. برافو ليك، برافو ليك. القديده وكان الا ما كانش كيكون واحد الطريف صغير ديال الشحمه بوغ غير بوغ لو غو، فهمتي؟ طريف ديال الشحمه هذا. ايوا هي هادي كنديرو كسكسو ديال الحمامه او البلبوله ديال الشعير. ايوا كيطيب داك الكسكسو هكذاك، هو كيجي معصبه وبالصحه والراحه. ولا بغيت نسول الاستاذ على مخنزه. نعم واخا نجاوبك ان شاء الله باذن الله. الاكثريه ديال الناس كيديروها غير على السخانه وداك الشيء، ولكن هي حنا كنا كناكلوها نعم ايوا. وانا غنشكرك بزاف اسماء لانك تواصلتي معنا من وزان، شكرا جزيلا لك. انا دابا انا في الرباط، انا ما بقيتش ساكنه في وزان. نعم من نعم شنو اوكازيون. نعم لكن دائما كيبقى داك الماكله وداك الشيء كتبقى طريقه وزانيه محضره. أكيد الأصل الإنسان كيحمل معاه طبعا فين ما مشى بطبيعة الحال، فكتلقى دائما داك الطابع كيكون غالب عليه حتى في الماكلة. وهذه الأكلة هذه كتكون في هذا الوقت، هذا في وقت تماما تمام وقت البرد هذا. نعم نعم إيوا هذا تبارك الله عليكم. هذه والله كنت باغا نشارك فيها مشحال هذه.
وانا تنصحك حتى دابا. نعم اصلا عن بالكم وهاد الاذاعه اذاعتنا راه دارنا. شكرا زياد من تمشي وانا كنتصنت لهم يوميا يوميا يوميا. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك اسماء. شكرا لك الله يبارك فيك تواصلتي معنا من وزان. شكرا لك. غير مره اخرى نذكروا الساده احليمي وكيف مشرنا ليها في البدايه ديال الحلقه لانه الزياده راها عشبه وشرتي الاسماء ديالي اللي سمحتي انك تذكر استاذ احليمي ربما حتى الاسماء ديالها بالفصحى يعني باش معروفه بالفصحى وحنا معروف عندنا بالزياده. نعم وام هو الاسماء ديالها اما كتسمى كزبره البئر. كزبره البئر يعني القزبر ديال البئر. علاش منين جات هاد جوج اسماء القزبر جايه لانها الشكل ديالها هي بحال الورقه ديال القزبر بحق كبيره. الوراق ديالها كيشبهوا القزبر ولكن كبار الحجم ديالهم كبير. أيه. كبارين بزاف. نعم. البئر لانها كتنوض في الجوانب ديال الابار. ايه اولا كتسمى شعر الغول بهذا المصطلح هكا في اللغه العربيه اولا كتسمى شعر الارض يعني بهذا المصطلح وهي مختلفه على البقوله وعلى الرجله وعلى هذه هي واحد الورقه خضراء كبيره عندها رائحه عطريه من احنا كنسميوها في علم ديال الفلاحه من النباتات الاوليه لان ما كديرش وريضه وتتكاثر بالجراثيم يعني غير هاد تتكاثر بالجراثيم راه خصها حلقه باش لان هي متميزه في هذا الشيء اش كتلقى فيها واحد الماده هلاميه. هاد الماده الهلاميه هي اللي عندها المفعول للجسم ديالنا بواحد الشكل اللي هو رائع. لاحظتي استاذ عفاف اللي شرحت الاخت الكريمه هذه النقطه بالضبط اللي كنت باغي نشرح انا. الناس كيزيدوا اللحم دابا في الزياته انا غير باش نقول لهم اللحم في الزياته كيطيح النص ديال المذاق الرائع ديال الزياده كيمشي كيغبر. علاش؟ لان الوجبه كتبقى مركزه على اللحم انها تصوب وداك اللحم كتضيع المذاق ديال الزياده. الزياده الاصليه في وزان ما كانتش كدار باللحم كانت كدار بالقديده. ها النقطه اللي شارت لها الاخت الكريمه أيوة واللي هي اسماء ما ذكرتش اللحم نهائيا قالت فقط اذا كان عندهم الخليع راه كيضيفوا داك المعلقه من داك الدسم ديال الخليع. هلا جاي هذه النقطة الثانية، إذا مشيتي تشوف التحضيرات غتلقاو الأمهات اللي كيحضروا الله يجازيهم بخير، بالحق ردوا البال المسائل أصول الأمور خصها نحطوا على الأصول ديالها، واخا؟ كما في اللغة العربية كاين النحو وكاين الإعراب وكاين حتى في الثقافة المغربية كاين أساسيات. المادة الدهنية اللي كانوا كيديروا الناس في الزياتة ماشي الشحمة. واخا تقول لي الشحمة ديال الكلوة ولا الشحمة ماشي الشحمة، كانوا الناس كيديروا الخليع. سو كيفي جوج مواد اللي حنا غالطين فيهم دابا اللي هما اللحم والشحمه ما كانوا هادو اجتهادات ما كانوش كيديروا اللحم والشحمه كان كيدار القديد وكيدار الخليع. علاش كيدار الخليع وعلاش كيدار القديد؟ هنا غادي نقولوا علاش لان داكشي داروا جدودنا الا فهمنا لهم العقليه ديالهم غنفهموا علاش كانوا كيديروا هادشي. اولا علاش نبتات الزياته؟ نبتة الزياتة لأن النبتة ديال الزياتة ترافق الوقت بالضبط بالضبط أقول بالضبط ديال بعض الأشياء في المغرب. أولا زيت الزيتون يعني كتلقى ها حنا عاوتاني أنا مين مشيت شفت أنايا الناس اللي كيقترحوا التحضيرات كيضيفوا بعض الزيوت الأخرى هذا خطأ فادح بالكيسان ماشي بالمعلقات بالكيسان. أنت عندك زيت الزيتون وكتقول ابن وابنة وزان فراه عيب أنك جبت شي حاجة أخرى من غير زيت الزيتون. سكيف الله يعطيكم الخير. ثلاثة الأخطاء اللي شفت الخطأ الأول اللحم ما كدارش باللحم كدار بالقديد. الخطأ الثاني الشحمة ما كدارش بالشحمة كدار بالخليع. الخطأ الثالث بعض الزيوت الأخرى أنت ولد وزن ولد المغرب دير زيت الزيتون وقول هاو راسك مرفوع وقول هاو راسك انتيا مرفوع واخا الوغ هذه النقطة الأخرى مع زيت الزيتون لأنها موازية في الفصل ديالها لزيت الزيتون هي النقطة الأولى. النقطة الثانية كذلك كيديروا فيها فليو هنا نشيروا لواحد النقطة فليو دابا راه خضر داير بحال النعناع. سو كيف إلا بغيتي طيب مثلا ديروا مثلا في أتاي ديروا مثلا عشبة دير دابا راه هو خضر. سو كيف الناس اللي ممكن تضيف فليو يابس ولكن أنا دابا عندي في الأرض أنا فليو خضر علاش ندير أنا فليو يابس؟ سو كيف دابا نيت دابا أنا شخصيا عندي واحد المنطقة في الأرض كلها نايض فيها فليو هكا سوفاج. سو كيف كتحيد واحد الربطة كبيرة في الطياب راه حنا غنهضروا عليه وكتخليها هكاك وكطيبها هكاك ديك الربطة كتبقى مجموعة وكدير فليو بزاف. علاش؟ لأن كيجي واحد المذاق رائع. مي كنجمعوا فليو وكنجمعوا الزياتة وكنجمعوا زيت الزيتون وكنجمعوا الخليع وكنجمعوا القديدة فأنت جمعتي قوة غذائية ما كايناش على وجه الأرض في فصل الشتاء. باش نذكر الناس كتجي مذاق رائع واخا بلا ما تضيفوا القديدة واخا بلا ما تضيفوا الخليع.
اي باش الناس باش ما يعتبروش باللي راه القديده والخليع شيء اساسي. فهمت؟ كاين اللي يبغي مثلا يضيف هي اللي ما يبدلاش المذاق ديالها واللي يزيد لها المذاق رونق هو اللحم ديال الجدي. علاش؟ لان اللحم ديال الجدي اللي كيكون راعي في الغابه كياكل هو كياكل داك الاعشاب. هذيك الاعشاب كيف ما كان اللحم الجدي كتبقى له النسمه كتبقى في هذاك اللحم ديالو. ممكن اننا نضيفوا واحد شويه ديال انا كنسمع انا نضيفوا اللحم حسب الافراد وحسب شحال اللحم حسب الافراد. انا نديروا مثلا كيلو كل واحد هذا الاشياء هذه الله يعطيكم الخير. فكنضيفوا اللحم ديال الجدي الا كان انسان باغي اللحم. اما هي الزيته كتجي بدون لحم وكتجي شيء رائع جدا. فقلت الزيته بهذه الوجبه هذه هي وجبه ديال فصل الشتاء بكل ما تحمل الكلمه من معنى. وغنشوفوا شنو الفوائد ديالها على الجسم على لا تيرموجينيز ديال الجسم بزاف ديال الامور. نتمنى ان شاء الله يحالفنا الوقت اننا نهضروا على هذه النقط هذه كامله. نعم. وفقط غنشير اشاره بسيطه لكل مستمعي الكرام ربما اللي بغاو يعرفوا النبته ديال الزيته او اللي ما كيعرفوش الشكل ديالها. فمشكورين مهدي بن كوس ومهدي فرحي فعملوا لكم الصوره الان في البث الحي والمباشر ممكن انكم تشوفوها طبعا وتعرفوا على الشكل ديالها الوراق ديالها كيفاش كيكونوا عاملين ربما بالنسبه للناس اللي كيسمعوها اول مره او اللي ما كيعرفوا على حتى حاجه. استاذ احليمي غادي نمشيو دائما ونتواصلوا مع المستمعي الكرام من خلال الارقام اللي هي مفتوحه دائما وراء الاشاره. معنا عبد الله على الخط هذه المره من العرايش من بعد اسماء من زين. صباح الخير عبد الله، اهلا وسهلا. السلام عليكم دلدة. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الى سمحتي عبد الله واحد الطلب صغير اللي جات على خاطرك بعد على الراديو لانه الصوت غادي يوصلك معطل وغتبقى تسمع صدى الصوت وبالتالي شكرا جزيلا. حتى ديك الزياته نعم كنت واحد الوالد عبد المسكين الله يرحمه كان عندنا حنايا هنا مجاوره عند واحد كان واحد العين ديال عندنا ديال البير اييه وكيقولوا معها الساقيه وكتنوض هي ديك الزيات ها هي مع ديك العين كتبوت واحد المريه. نعم. كنا كنشدوا هذيك السعدات هي كانت كتقرب هنا في القصريه كانت عند القصريه ديال الطعيم. اييه القصريه. نعم. كتقرب في القصريه وكدير لها الكسكاس وكناكلوها. نعم. كدير كذا بشحال ديال الخبيزه. كانت كتفورها. اييه. اي هذيك هي وقرنوشه، شتا قرنوشه عندنا موجوده هذه قرنوشه وزياتها. اييه. نعم. هادشي اللي كان اساسين. نعم. الله يعطيك الخير. ونغنشكرك بزاف على تواصلك معنا، شكرا جزيلا لك عبد الله تواصلتي معنا من العريش، وشوف الاتصالات ديال المستمعين الكرام في الكثير من الاحيان كتغني كل الحلقه استاذ احمد صراحه. أكيد. شوف القرنوشه كذلك راه كاين الناس ربما اللي غيسمعوها لاول مره. لاول مره. كيعرفوا عليها حتى حاجه هاد القرنوشه. قرنوشه عندنا موجوده قرنوشه وزياتها. نعم تبارك الله عليك عبد الله وشكرا جزيلا لك تواصلتي معنا. شكرا لك. غادي نمشيو كذلك استاذ احليمي اذا سمحتي كان جو من ضمن التعليقات ديال مستمعي الكرام في البث الحي والمباشر من خلال الفيسبوك كيسولوك المستمعات واش الزياته فعلا استاذ احليمي كيف ما كنسمعوا عليها يعني كوجبه الكسكسو ديال الزياته واش مفيد كذلك بالنسبه للنساء اللي كيكون عندهم مشاكل ديال تاخر الانجاب. شارت واحد السيده كتبات في التعليق قالت حنا عندنا حتى في مراكش فعلا ناخذوا العاده من عند الناس ديال وزان والنواحي وكيعملوها خصوصا للسيدات اللي كيكون عندهم تاخر في الانجاب وكيتجمعوا عليها الصحابات والعائله. نعم رائع جدا. اولا كنشكر فريق العمل لان وفر علينا بزاف من وراو الناس الصوره ديال الزياته. نعم. يعني راه عايز الانسان يشوف الصوره. دابا اي واحد كيتصنت الصور استاذ عفاف راه بزاف الناس ما عارفينهاش يعني حتى الصوره ما مستحضرينهاش جيد. نعم. جدا انهم على الاقل يعرفون علاش كنهضروا. هذا جميل ان لا 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 الناس يعرفوا الصوره على الاقل ديال هذه الزياته هذه. هنا استاذ عفاف كجورنال الحديث انا نهضروا على القيمه الغذائيه ديال هذه الوجبه هذه. ملي كنقولوا قيمه غذائيه حنا راه ما نشدوش الزياته وناخذوها بوحدها، غادي ناخذوها مع كسكسو مفتول باليد. وهنا لما كنقول انا اللي كنعرف الاصول ديال انا لما تحدث عن واحد الوجبه فنحن نتحدث عن الاصول والاصول هضرنا عليها. الوغ عطريه تكون عطريه منقيه باليد. العطريه اللي كدار العطريه المعروفه كدار راس الحانوت كدار الخرقوم بلدي كدار سكينجبير كدار الملحه كدار الابزار كدار الحار حتى هو كدار كدير شويه الحلبه. البصل كيتزاد الى زدنا واحد الماده ديال اللحم مثلا زدنا قديده ولا زدنا هذه ولا هذني كيكون البصل شي حاجه اللي هي اساسيه. هنا كقيمه غذائيه انا ما كنهضرش على الزياته بوحدها، كنهضروا على الوجبه كامله. والشيء اساسي في الزياته اللي انت في المنزل ديالك الا ما صوبتيش كسكسو مفتول باليد او لابت شيشه راك ضيعتي المذاق والقيمه الغذائيه ديال الزياته.
ما تحاولوش تختصروا الوقت. عندكم الوقت ديروها وعطيوها وقتها، ما عندكمش وقت تلقاو لها وقت وعطيوها وقتها. شنو معناتها كنقول عطيها وقتها؟ كسكسو خص يكون عندك مفتول باليد او لا ديال الشيشه. والمسائل الاخرى خاصها تكون، والثومه، الثومه راه تصور سيد عفاف كيدار فيها واحد الكم خيالي ديال الثومه. اكثر وجبات في المغرب اللي كتضاف لها اكبر كميه ديال الثومه هي هاد الزياته. سبعه ديال الريوس هكا كيبقاو صاينين، خصهم يبقاو صاينين، كتوصل من سبعه حتى العشرة ديال الريوس هكاك، يعني بواحد الكميه اللي هي وما كتاثرش وكتجي واحد المذاق. مي كتكون كتاكل غير الثومه بوحدها، تاكلها غير بوحدها، هي بوحدها وجبه. فعلا هنايا كنجيو للفوائد ديالها كقيمه غذائيه. الزيته فيها ماده الكلوروفيل، ماده اللي خضور، يعني ما غتشوفوا الصوره ديالها غتلقى اللون اخضر، وداك اللون الاخضر كيكون قبل وبعد الطهي، يعني حتى بعد الطهي كيتحافظ على داك اللون الاخضر ديالها. شنو كدير هاد ماده الكلوروفيل؟ اولا هي منظفه للروائح ديال الجسم، في ماكينة، في النعناع، في البقولة، في الرجلة، في الوقت ديال الرجلة، أي مادة خديتها خضراء ودخلتها جسمكم هي منظفة أكثر من ذاك الديودورون اللي أنتم كتعتقدوا بواحد الدرجة اللي هي ما تصورش. لو كان الإنسان حافظ على نسبة النبات في الأكل دياله ما كانت تكون هذه الرائحة كتديرونجي بزاف ديال الناس. يعني مادة الكلوروفيل هي مادة مزيلة للروائح. هذا الزيت وهذه الطريقة هذه هي مادة كتعطينا لا تيرموجينيز. لا تيرموجينيز أنها كترفع حرارة الجسم بواحد الدرجة رائعة جدا وجميلة جدا بالنسبة للناس نزلت البرد، جميلة جدا للشعر. علاش؟ لأنها فيها مواد، زائد لما كناخذوها مع الـ مع الـ مع الثومه، الثومه فيها مواد كبريتيه اللي كيحتاجها الشعر مباشره، اقول مباشره. الكبد كذلك، الكبد يعني تساعد ديال الكبد بواحد الدرجه اف استرينجون كيتسمى، يعني كتنقي الكبد والطحال بواحد الدرجه اللي ما تصورش. الجميل كذلك في الزياته، لاحظوا انكم الا كليتوا كسكسو بالخضر او لا كسكسو بالتفايا غتوصل العصر يجيك الجوع، الا كليتيه بالزيته غتوصل المغرب وباقي ما جاكش الجوع. علاش؟ اللي هي كوب فان كتعطينا واحد الشبع اللي هو المده ديالو اللي هي طويله بزاف. والتحكم كذلك هي كتعاوننا على التحكم في داك الشيء اللي كناكلو. علاش؟ لان كتعاود واحد الهرمون في الجسم ديالنا سميتو بيبتيد ايكغ ايكغ، هذا هو اللي كيحسب لنا السعرات الحراريه في الجسم. بالنسبه ندوزو للمراه، المراه بالنسبه للمشكل ديال فقر الدم رائع جدا، جميل جدا بالنسبه لنا. هو شرف الله قدركم مدير للبول، معنات مدير للبول انها ما كتخليش حصوات ديال الكلى انها تكون. بالنسبه للانثى اللي كيكون عندها الام خلال الدوره الشهريه، هنا غندخلوا مباشره في العالم ديال الانثى. الزيته بحالها بحال باقي الاغذيه اللي كانوا، بحال المريقه ديال الجبل اللي جبدنا هذاك النهار. اي انثى الا وخاصها تتمتع بهذه الوجبه هذه. علاش؟ لأن فيها مواد هلامية تزيل آلام ديال الدورة الشهرية، فيها مواد هرمونية دي فيتوستروجين، الناس اللي كيقلبوا على الصوجة. الزيتة فيها مواد أكثر من الصوجة ما توقع. علاش؟ لأن الناس اللي كيهضروا على الصوجة ما عندهمش الزيتة. لو كان عندهم الزيتة كانوا غيعرفوا بلي عندهم كنز. فحنا عندنا هاد الشيء هذايا اللي حتى البهايم كيشبعوا منها، ما كيبقاوش يقدوا ياكلوها، وحنا كنصطموا عليها برجلنا، وكنوز كنصطموا عليهم برجلنا وما كنهضروش عليهم، وكنوليو كنطيبوا على الله شنو كنطيبوا، ونوليو المغاربه شنو كيطيبوا. وهاد المسائل مع العلم ان كاين اشياء اللي فريمون فيها ثقافتنا الغذائيه. الناس اللي عندهم مشاكل الدوره الشهريه، الانثى اللي كيكون عندها تاخر في الانجاب، فعلا هذا صحيح. علاش؟ لان فيها هرمونات من اصل نباتي بحال بقوله، بحال الفول، بحال هادو كيتسموا دي فيتوستروجين، يعني دي فيتو هرمون، هرمونات من اصل نباتي اللي كتقاد الهرمونات عند. لان الانثى لما تاخذ وجبه اللي هي الزياته فيها كسكسو مفتول باليد، فيها الثومه، فيها فليو خضر، فيها القديده، فيها الاعشاب، فيها العطريه تكون مزيانه، هذه كنظن انا غادي تعطي لواحد الجسم اللي هو واحد الطونوس، وغتقاد الهرمونات بواحد الشكل سريع جدا. هنا اكيد اكيد هذا عنده واحد المفعول اللي الناس كانوا كيديروه واللي باقيين كيديروه. الامساك، كلشي اليوم كيهضر على الديتوكس وهاد الاشياء، ما كاين ما افضل انك
الامعاء ديالك دير لها واحد النظافه شامله، وجبه ديال الزياده. علاش؟ لان فيها الياف وفيها داك الماده الهلاميه. اولا الناس مثلا اللي عندهم اخساش، اللي عنده مثلا القولون كيخرج مثلا الدم الريكتوكوليت ايموراجيك، او الناس اللي عندهم لا مالادي دو كرون، او الناس اللي عندهم القولون العصبي، شيء جميل ان هذه الماده الهلاميه اللي كنا هضرنا عليها في 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 البقوله، اللي كنا هضرنا عليها في الرجله، كاينه حتى في هذه الزياده، في هذه النبته الزياده، كتخلي لك واحد الحاجز بين شي حاجه اللي غدر لك القولون ديالك والامعاء ديالك، وفي هذا القولون هذا، وكتعطي واحد الرطوبيه للقولون، وكتخليه ما يتجرحش، وكتخليه وتعطيه واحد دير له واحد الضماده، شيء جميل جدا. هي سميتها الزياته، ما خصناش نشبعوها بالماده الدهنيه في الطياب. علاش؟ بحدايره بحال بونجا بالمصطلح العامي ديالنا، كتدخل للامعاء كتسف السكر اللي هو زايد، كتسف الماده الدهنيه اللي هي زايده، كتسف داك العصاره ديال المراره، كتخلي المراره لان ما تعاودش تروسيكلا هذيك العصاره المراره، كتخلي المراره تحرك. هذيك المراره ملي كتحرك، والمراره كل ما تحركت كل ما معمرك دير لك الحجر في المراره. كذلك الطبقه ديال الجدار ديال 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 الامعاء ديالنا، يعني مفيده للانثى ومفيده للطفل ومفيده للذكر، مفيده للجميع، اي انسان الا خصو يتذوق هذه الوجبه. ولا صوبت لك حادقه فانت راه ما غاديش تشبع منها، كان فيها اللحم ولا ما كانش فيها اللحم. نعم استاذ حليمي، فقط انا غنطلب من الزملاء مره اخرى انهم يعاودوا يوضعوا الصوره. باتول كتسول على الصوره ديال الزياده، فانا غنطلب من مهدي فرحي ولا مهدي بن كوس انهم يعاودوا مازال يوضعوا الصوره مره اخرى في اللايف باش يتعرفوا عليها بزاف ديال المستمعين الكرام على هذه النبته والعشبه ديال الزياده. غنشكر بزاف واحد التعليق هو موقع بالاسم ديال ارهاز، قال لي اختي عفاف هي فعلا الزياده الاسماء كلها اللي شار ليها استاذ حليمي، انا غادي نضيف عليها فقط الاسم ديال الساق الكحل. قال انه كاين ناس اللي كيعرفوها كذلك بالاسم ديال الساق الكحل، وبالامازيغيه كنتمنى نقول الاسماء صحيحه، قال لي راه كنسميوها اما الرجايف او لا رفرف او لا قنجيد، فنتمنى نكون قلت الاسماء صحيحه. في المغرب استاذ عفاف في المغرب هو علاش هذا الساق الكحل؟ لان الساق فريمون الساق ديالك يكون يميل الى اللون الاسود. تمام تمام كذلك. فباتول كيف ما قلت لك انا طلبت من الزملاء ان شاء الله يعاودوا يوضعوا الصوره مره اخرى. غادي نمشيو دائما نستقبلوا المكالمات ديال المستمعين الكرام. ومعنا هذه المره خديجه على الخط من الصويره. صباح الخير خديجه، اهلا وسهلا. الو صباح الخير. صباح النور لاله خديجه. كديري لاباس عليكم؟ الحمد لله. الحمد لله. كنشكركم على هذا البرنامج بزاف. العفو لاله خديجه. احليني كنشكرك الاخت عفاف. العفو صحابيه المتالقه الجميله. الله يبارك فيك، شكرا، مرحبا. انا بنسولك على النبته ديال الزياده، انا مسكينه في العربيه، ولكن حنا ما عندناش هذه النبته ديال الزياده. نعم بنشوف الشكل ديالها، عافاك تنقطع اللي جاوبوا عليا، وبنسولك عاوتاني واحد السؤال اخر. نعم بنسولك على خميره بلديه. دابا خميره بلديه انا كنعجن بوحدي، كنعجن خبزه، وملي كنعجن ديك الخبزه كتخمر، وملي كنعجن بها دابا اربعه خبزات خمسه ما كتخمرش ليا. واخا نجاوبك ان شاء الله. يقول لك استاذ احليمي علاش خديجه؟ كنشكركم بزاف، كنشكرك الاخت عفاف. وانا بنسولك عاود ثاني. أيه؟ انا عندي 19 عام. اييه نعم خديجه. خديجه مازال معنا؟ للاسف انقطع معها الاتصال، ما بقاتش كتسمعنا خديجه، ولكن عموما ان شاء الله يجاوبك استاذ احليمي. الزياده فقلنا احنا غادي نوضعوا الصوره استاذ احليمي، ولكن الا سمحتي ربما غير في الوصف ديالك، ربما الناس اللي ما تحش لهم الفرصه، ويعني ما عندهمش كيفاش وسيله التواصل باش يشوفونا صوت وصوره في بات تحي وهكذا يشوفوا الصوره ديال الزياده. في الوصف ديالك استاذ احليمي نعاودوها مره اخرى، النبته ديال الزياده كيفاش كتكون؟ نعم هو غير باش نوضحوا استاذ عفاف، النبته الزياده ما غنلقاوهاش في جميع المناطق. أيه ماشي في جميع المناطق فعلا. فوالا باش نوضحوا، بحال قرنينه مثلا. أيه حنا عندنا واحد في الايام ديال الربيع كاينه واحد النبته كنقولوا لها سليلي، هذا معروف النواحي ديال الوزان، هاد وراه كيتباع حتى في المنطقه ديال الغرب، مي كتكون غادي المنطقه ديال السوق الاربع، المنطقه ديال سيدي علال التازي، المنطقه ديال المقرن، هادو مناطق اللي كيكونوا كيتباعوا فيهم هاد الدير. هي واحد النبته طويله وعندها واحد العود، هذاك العود كيتقشر وكيتنكل، سميتو سليلي، هكا معروف بهاد المصطلح هذا، واحد المذاق رائع، وكيطيبو استاذ عفاف كيطيب بحال البقوله، كيتنكل خضر وكيتنكل هكا. راه كاين عاوتاني القرنينه، كاين الجرنيج، هذا مصطلحات اللي حنا عندنا في المناطق، كل منطقه والا وفي هاد. راه الا جينا نهضروا على لي تيرم اللي كيستعملوا المغاربه، راه انا والله ماذا بيا ولي حنا يرجعوا لهاد المصطلحات هادو.
على الاقل غير يتسمع مثلا مصطلح غيفيقك، مصطلح قوي، مصطلح خشن، مصطلح عنده قوه، عنده معنى، كيدخل للودن كيخليك تعرف هذا المصطلح كي داير. يعني مصطلحات قويه بزاف كاع، يعني ماشي داك المصطلحات اللي فيها مصطلحات، حتى الحروف اللي فيها حروف يعني في المخارج ديال الناس اللي كيدرسوا العلم ديال المخارج الحروف، راه كاين حروف ماشي الناس استعملوا هربل غير هكاك بهاد هاد الحروف هادو ما غير هكاك هكاك، لا استعملوا هربل باش حتى ديرك ناعس تفيق، تعرف شنو هو هربل تفيق؟ يعني كلمه الرفيسه العميه كتلقى السايكوك، يعني كلمات اللي هي ما جاتش عبات، هذا راه علم كبير بزاف للاسف حنا فرطنا فيه، ولا كنقول هادشي راجع ما ازيد ديال 30 قرن ديال الطبخ، ما كاينش شي امه فوق الارض عندها 30 قرن ديال الطبخ، وعاد نجيو حنايا ونبداو مع المغاربه كاننا كنبداو بالابجديات ديال الطبخ. فقلت انا يا الوصف ديال النبته غتشد الوريقه ديال القزبر خضر غتكبرها، هذيك هي الوريقه ديال الزياده، وعندها الساق تقريبا بحال الساق ديال الكرافس، يعني بداك الشكل ديالو، وهي اللي زايد عليها انها نبته عطريه عندها فيها واحد الرائحه، داكشي اش كنديروا معها فليو باش كيعطي داك الرائحه. هي ورقه ديالها كبيره، ورقه جميله دايره بحال قلت انا الورقه ديال القزبر وهي كبيره، وعندها واحد الساق داير بحال الكرافس، يعني واحد النبته متميزه غير باش من الناس ربما يبقاو يقلبوا عليها وهذا المسائل راه ما كايناش في جميع المناطق المغربيه. نعم. يعني الا جيتي مثلا الوزان تاخذ زيت الزيتون سول على الزياته، اي واحد غادي يوريك الزياته وكتبع. وانا خديتها البارح امام المنزل، خديتها يعني بشكل يعني سلس وبشكل بسيط جدا. واحد النقطه استاذ عفاف باش ما تفوتنيش، الناس كيهضروا على المخينزه. نعم. ردوا البال بلا ما ديروها، علاش؟ لان كاين واحد انواع، يعني اغلب الانواع ديال المخينزه هي سامه غير صالحه للاكل، وبالتالي الناس النوع اللي كانوا يستعملوا هو نوع قديم، واحد النوع اللي ما بقاش اليوم ولا قليل. داكشي علاش باش نتجنبوا الخطر، هي الا كثرتي فليو ما محتاجش انك دير هذه المساله هذه، واخا اذا المخينزه الله يعطيكم الخير ماشي للاكل بلا ما نديروها، نستعملوا الفليو، نستعملوا الاعشاب كلها، كل الاعشاب ما كاينش قاعده، كاينه مبدا. المبدا هو ان الماده الدهنيه كنجيبوها من زيت الزيتون، كنجيبوها الا بغينا من القديده، وكنجيبوها من الخليع، نحيدوا هذا اللحم وهاد الشحمه وهاد الاشياء هذه وهاد المسائل هذه، ونديروا زيت الزيتون بالطريقه من المبدا اللي هضرنا عليه. وممكن نجتهدوا فيه حنا مثلا الاعشاب، كاين اللي بغي يزيد باقي الاعشاب مع هذاك اللي يزيد الاعشاب كلها، ما كاينش مشكل. نعم. كانت سولات خديجه من الصويره، ولو انا خارج الموضوع لكن معليش نجاوبها استاذ احليمي، قالت الوقت اللي كتستعمل مثلا الخميره البلديه كتعجن غير خبيزه وحده، الخبزه كتكون مزيانه كتخمر ما كاينش مشكل، الوقت اللي كتعمل مثلا ثلاثه ولا اربعه ديال الخبزات كيوقع العكس، يعني الخبز ما كيخمرش، فهنا شنو كيقدر يكون المشكل؟ هو المسألة بين أستاذ عفاف، الكمية، أنا قلت الكمية فقط فوالا هكا احنا هذا الشيء اللي بغينا من المغاربة، بغينا أنهم يتطرح السؤال هكا يبدأ هو يفكر علاش. لأنك أنت مثلا عندك مثلا خمسة الخبزات، واش غتخمر بنفس الكمية اللي إلا بغيت؟ فوالا كاينين الناس دابا اللي كيديروا بانيو كبير ديال ولكن راه كيدير معاه قدره ديال الخميره البلديه. نعم. شوف انت الا بغيتي تخمر بعض الخبزات ممكن، ولكن خصك دير على الاقل واحد خبزه ونص ديال الخميره البلديه. اما الناس ولفوا داك كميه صغيره ديال شي حوايج اخرين كيسحبوا، راه كما غادي هكا بغيتي دير خبزه دير على الاقل واحد الثلث ديال الكميه يكون خميره. بغيتي دير بعض الخبزات ممكن، ولكن خصك خبزه ونص العبار ديال خبزه ونص كله خميره فقط. نعم. غادي نمشيو نستقبلوا معنا مكالمه اخرى هذه المره. فاطمه على الخط من العرايش، صباح الخير فاطمه. صباح الخير. اهلا وسهلا، مرحبا بك لاله فاطمه. الله يوفقك امسي، كنشكرك يا رب امين. مازال ما تلقني الاقدار نزورو في المستشفى لا مريم باش نتقدم مع عندي فوائد. ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا بك الوقت. نقول لك دكتور سمح لي، انا كندير زياده. صحه لاله فاطمه. شكرا امسي. كندير زياده نقرن النوش البقوله، وكنقطع ديك العويده ترقيو، كندير وقاع الكسكاس مع الثومه، عاد كندير ديك الورق، من بعد كتبخر كنقلب الكسكاس، كنهز دوك العويدات اللي يعني دوك الريوس البقوله. كنديروا مع الكسكسو الحمراء مبخر، كنزيد عليها زيت البلديه، الثومه، الكمون، الحرور، وكناكلهم كنزيد عليها حتى شي حاجه اخرى. برافو ليك. سهله.
يعني غير دوك العواديد ديال البقوله يعني كما كنقولوا حنا الريوس بحال دابا فكرتينا دكتور في سليل لو فكرتيني في الزرنيج اللي تيكون الربع غادي بديك القباطي زعما لا اله الا الله تمام تمام بيت الدراري هاد الوقت يعرفوا هذاك الشيء اللي كنا نقولوا حنا من كنا صغار نعم يعني حتى هذاك فيه فائده واخا ما نديروش الاوراق كلهم غير ديك العواديد تاع الريوس البقوله جيد ياك دكتور اتوقع ان هاد الوجبه تجي رائعه نذكر انك ما جبتي لحم ما جبتيش حمام ما جبتي والو ما تصدق ما وليت البلد ديالك كنخلطها مع داك الكسكسو رويز البقوله الثومه مبخره معها الكمون شويه السودانيه صافي كتجي برافو ولا حنا الحلجه دكتور فاس برافو ليك برافو ليك برافو ليك يعني مفيد حتى في هذا البرد العفو شكرا لك بزاف غنشكرك على فاطمه شكرا جزيلا لك تواصلتي معنا من العريش شكرا لك اذا استاذ حميد الطريقه نعم تفضل نعم كطريقه هنا حبدلو اننا نعطيو الناس كيفاش المساله ديال المبدا العام المبدا العام هو كنشدوا الكسكاس كسكاس ديالنا حنايا الوغ فقط المساله باش الناس يعرفوا منين جات كلمه كسكس كلمه كسكس جات من داك الصوت اللي كيدير كسكسو مي كتحطو في الكسكاس ديالك فاش كيكون كيفور هذاك الصوت هذاك ومن تما جات كلمه كسكس واخا ديك الساعه نديرو حلقه خاصه ان شاء الله على كسكسو كنشدو حنا هاد الزياته كتقطع بطريقه اللي هي طريقه مزيانه واخا شنو كنحطوها في القاع ديال لان الكسكاس حنا عندنا عنده البرمه وعنده داك الكسكاس اللي متقب كنحطوها في البرمه الو كنحطو في البرمه كنقطعوها هنا غادي نقول الناس الا بغيتو ديروا مثلا ديروا القديده خصكم تكونوا ديجا في زكتوها وحيدتوا من هذاك الملحه باش ما تفسدكمش العبار ديال الملحه لان القديده الناس خصهم يردوا لها البال الو كنديروا معها البصله ما نشحروا ما حتى شي حاجه الله يعطيكم خير هذه المساله ديال الشحر استبعدوا المساله ديال الشحر نديروا بصيله نديروا هذه القديده هذه نشدوا هذه الزياته نقطعوها كنشدوا واحد الربطه ديال الفليو كبيره ديال الفليو واخا ممكن نديروا الاعشاب كلها كنشدوا الثومه على الاقل خصو عندك واحد 6 ديال الريوس هكاك كنحيدوا عندك القشره البيضاء الغليظه اللي على برا ونخليوها هكاك صاينه كتجي رائعه جدا كنحطوها كنديروا العطريه كنديروا سكينجبير كنديروا الخرقوم بلدي كنديروا القزبر كنديروا راس الحانوت كنديروا الحار ما كنديروش القزبر والمعدنوس وهاد المسائل هذه والهادي زيت الزيتون كاين اللي كيضيفوا استاذ عفاف حتى القرعه الحمراء جيد خليوها حتى الاخر ماشي في الاول لان الا درتيها في الاول غادي تذوب لك بغيتي دير الخليع حتى هو نديروه ما كاينش مشكل كنمرقوا كما كنقولوا بالدارجه ديالنا نديروا واحد شويه ديال هذه وهذاك الكسكاس كنخليوه هذاك يطيب ونحطوا الكسكاس فوق منه ونفور الكسكسو ديالنا سو كيف كيطيب داك الشيء لتحت وداك البخار ديالو هو اللي كيفور الكسكسو كنظن ان المبدا واضح يعني بهذه الطريقه هذه وكل واحد شتي كما غتشد الماء انت كما غتشد مثلا الخضره باش نعطي الناس يفهموا كما غتشد الخضره انت وطيبها وتحط كسكسو فوق وتبقى تفور ولتحت كطيب الخضره والفوق كيطيب كسكسو غير بلاصه الخضره غادي تكون الزياته مع هذه العناصر اللي هضرنا عليها فقط والناس اللي كيديروا الحلبه حتى الحلبه ممكن نزيدوها وكيجي واحد المذاق جميل ومي كيبغيو نحطوها كنحطوا القصعه ديالنا وكنديروا كسكسو كنحطوه وكنسقيو درنا القديده ولا درنا هذه كنسقيو وكنحطوا هذاك الزيته خضره هكاك فوق هذه وكنشدوا نزينوا كنشدوا داك الثومه كنحطوها كيجي بحال واحد المنظر واحد الفاز ديال الورد الا انه وجبه اللي كتحط كتولي ابيريتيف كدير واحد جوج ليفات ديال المريقه اللي بغى يزيد المريقه اللي هادشي اللي داروا الناس وشيء رائع جدا اننا نلقاو الطبقه البلا المغربيه رجع لها هادشي هذايا نعم استاذ احليمي في التعليق كذلك ديال مستمعه ياسمين هي معنا كذلك من خلال فيسبوك في البث الحي والمباشر كتسولك الله يخليك استاذ احليمي واش ما كاينش خطر على الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم في هذه الوجبه هذه ديال الزياته؟ لا هو ما عرفتش انا الناس علاش كيسالوا على الخطر في عود من مثلا من نكونوا مثلا كنشربوا عصير علاش ما تسالوش على الخطر في الوجبه ديال الزيته الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط الدموي يردوا البال غير من داك القديده انا اخشى على الناس من هذه القديده ما يكونش العبار ديال الملح مزيان اما الا كان مثلا بلا لحم نديروها اولا بالحم الجدي ما كاينش مشكله بالنسبه لنا اما هذه كوجبه هديه بالنسبه للناس ديال بالعكس الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط الدموي الزيته مفيدة
الحمد لله هم لواحد الدرجه ما تصورش. علاش؟ لان مدير البول ومي كنقولوا مدير البول فان تؤثر على واحد النظام سميتو النظام غينين أنجيوتونسين ألدوستيرون، وهذا النظام هذا هو ما ينظم الضغط الدموي عند الانسان. نعم. انا غنشكر كذلك زكيه بعثت برساله كتقول فيها شكرا لكم على كل المواضيع ديالكم الرائعه. وسيده احلمي بغيت غير نقول لك التجربه ديالي مع الزياده، قالت بلي كانت عندنا ربما واحد الحاله ديال الزكام حاد جدا استمر فيها تقريبا ثلاثة ديال الاسابيع. قالت جات الام ديالي من وزان لانه كنت مريضه بزاف، قالت عملت لها الزياده الوقت اللي كلاتها قالت واحد الكميه ديال العرق اللي تعرقات، يعني ملي كلاتها مشات مباشره فعلا، فقالت فقت وكانني ما كنتش مريضه نهائيا. فقالت شكرا لكم فعلا، وانا بغيت غير نقول هذه التجربه ديالي للناس، هذا الشيء علاش هذا الوقت ديالها ويقدروا يستعملوها فعلا راها كتكون مفيده بزاف. شكرا لك. واستاذ عفاف ما توجدت في هذا الوقت؟ نعم الا وماشي عبث. نعم الحراره اللي كتعطي ربما ولا كتعرق استاذ احلمي هي مساله عاديه نظرا للمكونات اللي فيها؟ لا هي كتسخن الجسم. الجميل ان كتعطي لا تيرموجينيز مع فليو، الوغ مي كتجمع مع فليو. نعم. كتعطي شيء رائع. راه الا جينا نشرح شنو كيوقع استاذ عبد في الجسم ديالنا بعد الزياده مع فليو مع الحار مع ماده الكابسيكو مع ماده البيغبيغين، يعني باسماء علميه، لان الزياده الا بغينا ندخلوا في التفاصيل فيها ماده الغوتين. هاد لا غوتين R-U-T-I-N-E، هاد الماده هادي هي ماده قويه عند الناس اللي عندهم مشاكل ديال الزكام ومشاكل ديال هاد الامراض. غير تشي غير تاخذ عندك هاد المسائل هادي وتعرق، الا تعرقتي فهاديك السموم خرجت، هادوك لي زيمونكتواغ تحلوا. شنو هما لي زيمونكتواغ؟ هو الابواب الاربعه ديال الجسم ومنها الجلد. صافي مي كيتحل كيخرج هذاك السموم، كتكون بدايه ديال الشفاء اللي كنتمنوها لاي انسان. يا رب. وحنا غادي نختموا لقاءنا معاك الاستاذ محمد احلمي متخصص في التغذيه الصحيه والحميه العلاجية، شكرا جزيلا لكم. شكرا معك ان شاء الله على خير الله. يوم الجمعة المقبل ما تنسوش الموعد رفقة الأستاذ محمد أحلمي متخصص في التغذية الصحية والحمية العلاجية، كيكون مرتين في الأسبوع كل يوم اثنين وكل يوم جمعة. وغدا بإذن الله غادي يكون موعد جديد مع موضوع جديد. دائما كيهم الصحة والسلامة ديالكم. لكم أطيب ورق تحية من عفاف ماجد، كانت معكم مرة الميكروفون. شكرا الوفاء فائز فندا رفقتني في الإخراج وسمحة عشوبي مشكورة.